حياك الله. إذا أنت من عشاق الشاهي أثق ثقة تامة بأن المنتج هذا بيعجبك. طبعا اليوم جايبين منتج جديد من تجهيز رحلة الصحراء، وسبق العام نزلنا المنتج واللهم لك الحمد صار من الأكثر مبيعا خلال شهر أغسطس. الآن أضفنا عليه بعض اللمسات اللي تلامس حاجة العميل، وفيه مشكلة يعانون منه أغلب الناس اللي هو إذا بغى يزين شاهي لازم يطلع عزبة قهوة الشاهي كاملة، وبعض الأحيان عاد يصير مستعجل تخبرون وتصير قروشة، فالعزبة هذه هي اللي تريك، حتى الدافور موجود به كاملة متكاملة، طبعا مناسب للهيلوكسات والجيوب والسيارات الصغيرة لأنها ما تأخذ أي مكان وتقدر تحطها يعني بأي مكان بالسيارة. طبعا تميز بأنها صغيرة الحجم وجميع المنتجات تجي داخل العزبة وأنها خفيفة الوزن وجودتها عالية. طبعا قماش العزبة تنزاني أصلي مبطن بسفنج، سحباتها جودتها عالية، المسكه اللي هي سدو سوري، وعندنا هنا لا إله إلا الله اللي هو بريق ستال ستيل، طبعا قريب من جودة بريق الكوري الأول، ثقيل بالحيل، سعته لتر ونص. عندنا هنا علب للسكر وللشاهي، طبعا حرصت على حجم تقريبا 1 لتر، ما ودي أخذ مقاس كبير ومنصير حجم العزبة كبير، ولا ودي أخذ مقاس علب صغير هم كل شوي تعبي السكر والشاهي. ايضا قطيانه محكمه الاغلاق وميزتها انها شفافه، تقدر تعبيها للسكر تقدر تشوف الشاي والسكر من برا اذا كان ناقص. يجمع راس دافور ميزته يجمع قداح، فيه فيديو توضيحي عن طريق على قناتنا باليوتيوب للشعله، يجمع دبه غاز، جراب لبيالات، بيالات بدريق، راسلي طبعا، مكيال للسكر والشاهي، وبيز يجمعه كبريت شاهي ربيع مجانا طبعا للطلب عن طريق متجرنا الإلكتروني أو عن طريق الواتساب. حياكم الله.